الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة، الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا. الحمد لله الأول على نعمة الإسلام، زي ما محمد قال هي نعمة فعلا، ويا ريت المسلمين كلهم يكونوا حاسين بالنعمة اللي هم فيها ديت. أنا كلمتين اتنين هقولهم مش هطول. أنا قبل ما أسلم مكنتش عارفة أي حاجة، أنا كان في مشاكل بيني وبين جوزي، قعدت 13 سنة بالظبط مع جوزي، يعني تقريبا من أول ما اتجوزت ما قعدتش معاه 5 أشهر أو 6 أشهر، وبدأ يتغير مش عارفه في ايه جواه، مش عارفه مالي بقى. ساعات اخش عليه الاقيه بيعيط، ساعات بيسيب البيت وبيبات بره، اعرف انه بايت عند اصحابه، اعرف انه بايت في القهوه في الكافيتيريا اللي هو شغال فيها. في حاجه ما كنتش فاهماها، مش عارفه في ايه، انا مش عارفه هو في ايه. قعدنا 13 سنه على النظام دوت، ومره واحده كده لقيته. انا دلوقتي معاه 3 أولاد الحمد لله، مره واحده لقيته خد الولاد ومشي. استغربت، انا واخواته قعدنا ندور عليه. بص انا كنت عارفه ان هو عايز اسلم، كنت عارفه ان الحاجه دي، لانه هو قال لي قبل كده، قال لي تعالي نسلم وناخد اولادنا اسلم. انا طبعا بدافع الغيره انا قلت له انت بتعرف اكيد واحده قايله لك الكلام ده اكيد انت، لان انا ما شفتوش قبل كده ماسك كتاب، ما شفتوش لو كان بيكلمني او فتح قلبه ليا او فهمني او مش عارفه، انا مش عارفه يعني هو ما قدرش حاجه. فوجئت ان هو خد العيال ومشي. فمره واحده لقيته بيكلمني بعد ما قعدنا ندور عليه انا واخواته، لقيته بيكلمني وبيتصل عليا بيقول لي تعالي انا قاعد في الحته الفلانيه وانا اسلمت. قلت له طب ما قلتليش ليه؟ قال لي لا انا قلت لك قبل كده وانت ما رضيتيش. قلت له طب انا دافع الغيره، انا ما كنتش عارفه اللي جواك. طيب ماشي، طب انا عايزه اشوف اولادي. قال لي طب هتشوفيهم؟ طب انا خايفه لو تقولي لحد من الكنيسه او تقول حد من اهلي او اهلك. قلت له لا، وحلفت له قلت له مش هيحصل. فهو جه فعلا واستنيته في الموقف اللي قال لي عليه، وجه وما جابش العيال معاه. فقال لي تعالى انا هاخدك تشوف العيال في المكان اللي احنا قاعدين فيه. ورحت معاه لقيته اني قاعد عند ناس ربنا يكرمهم ويصلح حالهم يا رب، هم اكرمونا فعلا وقعدونا وضيفونا عندهم اكتر من شهر. انا اول ما رحت كنت رافضه موضوع الاسلام صراحه، رفضت لان ما كنتش فاهمه في حاجه. او انا اولا هقول لكم على حاجه، هي جوزي ما قالهاش في الكلام بتاعه، انا ليا اخ مسلم وكنت بقعد معاه كتير، لا عمره فاتحني في، يعني فاتحنيش في الاسلام ولا قال لي، وبيجي عندنا البيت وبيجي عند والدتي وعادي وعايش حياته عادي معانا مفيش اي مشكله. لا عمره فتح معايا موضوع الاسلام ولا عمره فهمني في حاجه. انا رايحه مش مقتنعه في حاجه، رايحه لجوزي اشوف عيال، عيال اللي وحشوني اللي قعدت شهر ما شفتهمش. فانا لقيت جوزي بيعرض عليا موضوع الاسلام، قلت له لا مش هيحصل مش هيحصل، انا مقتنع بيه هعمله لوحدي، مش هستني يعني مش هعمله غصب. قال لي لا مفيش غصب، دي حاجه براحتك. قعدت يوم واثنين وثلاثه لقيت في ناس جولي وقعدوا يكلموا معايا ستات كده، مش عارفه مش عارفه، متهيألي ان هما مش بني ادمين، دول ملايكه من عند ربنا. قالوا لي كلام ما سمعتوش قبل كده، بس يكون القران انا اولا يعني في القراءه والكتابه انا على قد يعني بقرا يا دوب على قد. لقيتهم مسكون القران وقالوا لي اقرا، بقيت اقرا القران ده مش عارفه انا بقراه ازاي، مش عارفه انا ماسكه وبقراه ازاي. انا قعدت اعيط. مره واحده لقيت نفسي بقول لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لقيتهم بيعيطوا واللي بيتزغرط واللي بتحضني. كانت مفاجاه لجوزي والاولادي والناس اللي انا قاعده عندهم ونفسي اولا. ده انا جبت لكم مختصر، يعني اختصرت لكم الحكايه كلها يعني.
من اول ما جوزي مشي وخد الاولاد لحد ما انا اشرت اسمي. الحمد لله دلوقتي انا حاسه ان انا قاعده عايشه في الجنه، برغم ان انا واولادي وجوزي احنا اولا نايمين على الارض. مش الحمد لله في الاول وفي الاخر اقول الحمد لله. يعني حاسه دلوقتي ان انا عايشه في الجنه مش عايشه في الدنيا. والله العظيم انا عايشه في الجنه. في الاول انا ما كنتش حاسه ان انا عايشه، هي ايام بقضيها. كنت بخش الكنيسه دي انا مش عارفه بخشها ليه اصلا، مش عارفه هما بيقولوا ايه، مش عارفه. كنت عايشه يعني كنت بتكلم مع جوزي كتير، بقول انا مش عارفه اصلا في حاجه برضه جوايا. يعني جوزي كان نفسه يسلم مش وخايف يقول لي، وانا كان في حاجه جوايا انا مش فاهماها، مش عارفه. انا عايشه حياتي وكاني واحده عايشه وخلاص، لا عارفه الدين ده في ايه، ولا عارفه مش عارفه اي حاجه. دلوقتي انا عارفه الدين اللي انا فيه ده الدين اللي على الحق، ده الدين فعلا، ده الكتاب، ده كتاب ربنا فعلا. نفسي 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 وبقول يا رب، بقول يا رب وبدعي يا رب اهلي ويا رب النصارى كلهم يبقوا زينا يا رب يا رب. شعور جميل قوي، شعور ان الواحده تبقى البني ادم ده يبقى في دين الاسلام. نعمه بجد، نعمه زي ما محمد جوزي قال، دي نعمه. انا مش عارفه اعبر ولا اتكلم، بس دي حاجه الواحد هيحسها. يا رب يا رب يا رب اهلي يا رب النصارى كلهم ينلوها قبل ما يموتوا يا رب. هو الكلام ده على فكره اتقال على جوزي برضه، فعايزه اقول اولا اللي طلع الكلام ده عليا وعلى جوزي دول اهلي. قالوا ان انا، هو طبعا ده اول حاجه قبل ما اتكلم، بيستفزوني عشان ارجع عشان يمسكوني، بس انا ما نولتهمش الفرصه دي طبعا. ف اولا انا هشتكي لهم دلوقتي ان انا موجوده انا وجوزي. يعني ممكن يقولوا ما انتي لابسه النقابه وانتي احنا مش عرفنا ان انتي مثلا رضا. انا بقول لهم انا وانتوا عارفيني كويس. انا الحمد لله احمد ربنا على نعمة الاسلام اللي انا فيها، وربنا يسامحكم بجد على اللي انتوا قلتوه عليا، ويسامحكم بجد على اللي انتوا قلتوه على جوزي. الحمد لله عوض ربنا كبير، وربنا يسامحكم على اللي انتوا قلتوه عليا وعلى جوزي. لا انا ما حصلش الكلام ده كله، انا زي ما قلت لحضرتك ان انا يعني اختصرت لكم الحكايه، ما طولتش. انا ما كنت، انا لو كان شف نيتي الاسلام اصلا ما كنتش عارفه في حاجه، بس الحمد لله ربنا بعت لي الناس اللي فعلا فهموني واقنعوني. بس ده مش اجبار على فكره، يعني هما مش جبروني، لا ده هما مجرد ان هما مسكوا المصحف وفتحوه وبقوا يقروا فيه قدامي، انا حسيت ان انا بني ادمه تاني، ان انا واحده تانيه، حسيت ان انا طايره في السماء، مش بني ادمه عاديه. فما فيش اجبار ولا في اي حاجه من الكلام ده، مفيش حد اكبرنا من حاجه. حصل فعلا كانوا اهله، انا ما شفتهمش اولا من يوم ما مشيت، انا ما شفتهمش ولا كلمتهم ولا سمعت عنهم اي حاجه. هما كانوا اتصلوا على جوزي وقالوا له احنا عارفين مكانك ومكان ولادك ومش هنسيبك وهناخدهم وكلام كتير من ده. فانا بصراحه كنت خايف وقلت لجوزي مش لازم نقعد في البلد ديت ونمشي وكده. فهو طبعا بقى يكلم الناس في امن دوله وكده، فانا قلت له محدش هيحمينا. بقيت خايفة وبقيت بعيط عشان خاطر، مش عشان خاطر نفسي، انا قلت لجوزي انا خلاص انا ما يهمنيش اي حاجة، انا اهم حاجة عندي الولاد. فالحمد لله ربنا قدام ربنا، بس انا بطلب بس الحماية ليا ولأولادي، مش ليا حتى، انا لأولادي بطلب الحماية لأولادي. هي التهديدات كلها كانت طالعة من اهلي. وعايزة اقول حاجة كمان لاخواته، اخوات جوزي، عايزه اقول للي خدوا شقتي وخدوا عفشي وخدوا حاجتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مفيش حاجه بتنفع، مفيش حاجه بتدوم. انتوا بتروحوا واحد ورا واحد، كل يوم والتاني فيكم واحد بيروح، محدش خد حاجه معاه،
تصحاب بيوت، تصحاب وصحاب ملك، تصحاب محلات. خدتوا ايه؟ اللي مات فيكم خد ايه؟ محدش خد حاجة. مش هقدر اقول غير كلمة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، في اللي انتوا قلتوه، في اللي انتوا عملتوه فيني. انا طالبة الحماية لأولادي، طالبة الحماية مش اكتر، طالبة الحماية ليا انا واولادي. انا خايفة اودي عيال المدرسة، خايفة اودهم المدرسة. ان وديتهم بوديهم يوم وقعدوا من خايفة، خايفة لو روح ما لاقيش حد من عيال المدرسة. خايفة انا ان وديتهم يوم بفضل قاعدة معاهم لحد ما يطلعوا كده من المدرسة. فمش حق يعني، مش عارفة اقول ان مفيش كده، مفيش كده ابدا. نفسي الناس كلها تبقى يقول يعني كل واحد حر بدينه، كل واحد حر بدينه. انتوا مقتنعين بنفسك واحنا مقتنعنا بديننا، خلاص. ليه الضغوط اللي انتوا بتضغطوها علينا؟ على فكره برضو اتعرض علينا فلوس، واتعرض علينا من الكنيسه باول حاجه. الكلام ده كان متوجه لجوزي وانا قاعده معاه. يعني الاساس اتصل عليه وقال له احنا هنديك اللي انت عايزه، تعالى ارجع وهات ولادك ومراتك وارجع. هو قال لهم مراتي مش موجودة معايا عشان محدش يعني يضغط عليه أكتر. كان هما كانوا عايزيني أنا والولاد، هو كل اللي همهم الولاد وأنا. فجوزي قال لهم العيال مش معايا وزوجتي مش معايا، ودوت برضه دفع الكلام اللي طلع عليا أنا وهو من إخواتي.